احتضن اليوم مسجد معاذ بن جبل بسيدي بالعباس الندوة الولائية التوجيهية لفائدة المقبلين على حج هذا الموسم من تنظيم وكالة إفريقيا للسياحة والأسفار وبالتنسيق مع مديريات الشؤون الدينية والأوقاف الصحة والسكان السياحة الحماية المدنية والتنظيم والشؤون العامة. وقدم ممثلو مختلف هذه القطاعات توجيهات هامة لفائدة الحجيج، منها توجيهات دينية صحية وتنظيمية لأداء مناسك الحج ليكونوا أفضل سفراء للجزائر في البقاع المقدسة، فيما ألقى بعض الأئمة دروسا نظرية لفائدة ضيوف الرحمن تحت شعار فقه المناسك وأخلاق النسك. ومن جهته قدم ممثل شركة إفريقيا للسياحة والأسفار تطبيقات عملية أمام جموع الحجيج الحاضرين لتمكينهم من معرفة كيفية أداء مناسك الحج خطوة بخطوة.